يقول: ما زال الناس يدرسون في الفقه كتاب العبيد وكتاب الرق. يقول: ما زال الناس يدرسون في الفقه كتاب العبيد وكتاب الرق. يقول: مع علمكم بعدم وجود عبيد في هذه الفترة، يعني نلغي الآيات اللي في القرآن، نحذفها ونقول ما فيها عبيد في هالوقت. هذا الكتب الفقه تفسير للقرآن يا أخي. هلا يمكن يجي الرق إذا جاء الجهاد في سبيل الله، يجي الرق. كونه امتنع في وقت لا يدل على أنه انقطع، بل يأتي يجي مع الجهاد في سبيل الله. نعم.